بلدة معربة في محافظة درعا 6/7/2012 آثار القصف البربري والهمجي من قبل كتاب الأسد المجرمة على بلدة معربة وآثار الدمار في بيوت المواطنين العزل. آثار الدمار نتيجة القصف بالمدفعية الثقيلة من قبل كتاب الأسد المجرمة المتواجدة في بلدة المجامر في محافظة السويداء. آثار القصف والدمار رائحة الدخان، رائحة الخراب، رائحة الموت تفوح في الأفق في كل مكان. أين أنتم أيها العرب؟ أين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم يا أصدقاء سوريا؟ أين أنتم اليوم يا أصدقاء سوريا في باريس؟ ماذا نتج عن اجتماعكم؟ هل أوقفتم القتل عنا؟ هل أوقفتم الدمار؟ أثار الدمار، أثار الدمار في كل مكان، أثار الخراب. شوف الأولاد كانوا نائمين هون. هنا كانوا نائمون أطفالنا. أطفالنا كانوا نائمون هنا. رحمك يا رب. الحمد لله. الحمد لله. رغم القصف، رغم الدمار، رغم الخراب. جريح فقط. جريح واحد فقط. لك الحمد يا ربي. لك الحمد يا ربي. لك الحمد يا ربي.